نبدأ نشرتنا الرياضية من خسارة نادي الأهلي لبطولة السوبر الأفريقي بعد الخسارة من اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت بينهم امبارح على استاد الملك فهد الدولي في بطولة السوبر الأفريقي في مدينة الطائف السعودية. منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا هيبدأ معسكره يوم 9 أكتوبر اللي جاي والحد يوم 17 من نفس الشهر، وهيتخلل المعسكر مباراتين وديتين لسه ما تمش الإعلان عنهم بشكل رسمي لحد دلوقتي. فريق بيراميدز خاض أول تدريب ليه في مدينة كيغالي الرواندية علشان يستعد لمواجهة فريق نادي الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا. من ناحية تانية، المدير الفني جيمي بيتشيكو عمل جلسة مع اللاعبين وطلب منهم يركزوا من أجل الفوز في رواندا علشان يرجعوا بنتيجة تضمن للفريق التأهل في لقاء العودة في القاهرة. فريق نادي الزمالك أدى تدريبه امبارح ضمن استعداداته لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي النهارده في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. خصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات خاصة بالكرة خلال التدريب الختامي علشان يتأقلم على أرضية الملعب المغطاة بالنجيل الصناعي. نادي فاركو أعلن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الصفقة الثانية بضم موسيس توراي جناح منتخب سيراليون استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، ووقع لاعب عقد يمتد لثلاث سنوات. معسكر منتخب مصر لكرة القدم النسائية انطلق امبارح استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 24. هيواجه منتخب مصر جنوب السودان يوم 20 سبتمبر ومباراة العودة يوم 24 من الشهر نفسه. فريق اليد بالبنك الأهلي فاز على نظيره بنادي الزمالك بنتيجة 27-26 في خامس جولات دوري محترفي كرة اليد للرجال الموسم الحالي. هانيا الحمامي حققت لقب بطولة قطر الدولية للسكواش بعد فوزها على نور الشربيني بنتيجة 3-2 في مباراة قوية فضلت مستمرة 84 دقيقة لعب. علي فرج المصنف الأول على العالم تأهل نهائي بطولة قطر الدولية للإسكواش في منافسات الرجال بعدما فاز على الإسكتلندي جويل ماكين بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهم في نص نهائي البطولة. بتأهل علي لمواجهة البيروفي دييغو إلياس النهاردة في نهائي الرجال. عمر العوضي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة تأهل لأولمبياد باريس 24 بعدما حصد ذهبية بطولة أفريقيا بالسنغال بالفوز على بطل الكونغو 3-1. نادي بندك سوبر التركي أعلن تعاقده بشكل رسمي مع الدولي المصري أحمد حسن كوكا قادما من أولمبياكوس اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت تتويج الياباني كارو ميتوما لاعب برايتون بجائزة أفضل هدف في شهر أغسطس بعد الجولة الرابعة لمنافسات الدوري الإنجليزي. فريق الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون صانع ألعاب فريق توتنهام هوتسبير حصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس الماضي وفقا لما أعلنت عنه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. شكرا لك فاطمة.